فالفكرة بتاع المشروع أو المهمة بتاعته ووظيفته هنبدأ من أول. أنا أمنت المداخل بحساسات للبصمة وحساسات للباسورد بحيث إن كل عامل ليه باسورد جوه أو بصمة يضغط على البصمة فالباب بيفتح لو بصمته موجودة. بصمته مش موجودة أو هو مش من العمال اللي شغالين جوه ده هيخلي الباب ما يفتحش. وده ليه؟ عشان خاطر هيقلل التزاحم على البيبان، زائد إن هو هيخلي العبء أو الحمل على أفراد الأمن إن هم يفتشوا كل واحد، فده صعب لأن طبعا آلاف الناس شغالة في المكان زي ده. بعد كده أمنت الميناء دي أو الساحل ده من خلال البحر، خليت في حساس أنا معرفه المراكب اللي المفروض مترددة على المكان ده بحيث أي مركب غريبة تحاول إنها تدخل يديني إنذار، والإنذار صوته مميز عن يعني كل إنذار عامله بصوت مميز عن التاني عشان يبقى معروف ده جاي منين. بعد كده أنا عملت برضو تأمين للجو في الميناء، إن أنا عملت رادارات تأمين لي لو في أي خطر جاي من الجو زي طائرات أو أي حاجة يقدر إن الأفراد الأمن ياخدوا حذرهم أو يستعدوا لو في أي خطر جاي.